اليوم حضرنا إلى منطقة حي العربي للمشاركة في بطولة الكابتن المرحوم معتز يونس الذي أقامها الكابتن عامر ودعانا أن نشارك في هذه البطولة، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل. والمشاركة جت بعد التحرير إن شاء الله ودعم للرياضة في الموصل، وإن شاء الله نقدم ما علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. اليوم جينا إلى منطقة حي العربي من قضاة الكيف بعد دعوة من نادي حي العربي لحضور بطولة دكتور معتز المرحوم ودعمه للرياضة في الموصل، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل هنا ونلعب ما تهم الفوز والخسارة، المهم يعني بس المشاركة ونعيد يعني الفرحة والرياضة بالموصل إن شاء الله. قام فريق حدباء العربي في حي العربي بتنظيم بطولة مصغرة على روح المرحوم الدكتور معتز يونس عميد التربية الأساسية ولاعب ومدرب نادي الموصل سابقا. يضم الدوري 8 فرق، بطولة مصغرة والتوفيق للجميع. نظم فريق شباب حي العربي بطولة المرحوم الدكتور معتز عميد كلية التربية الأساسية ولاعب نادي الموصل ومدرب نادي الموصل سابقا، وتضم البطولة 8 فرق من مختلف أحياء الموصل. ونشكر الأستاذ زياد عامر على تنظيم هذه البطولة الجميلة، وشكرا لقناة الموصلية الذي هي سباقة في نقل في نقل في نقل أهم الأخبار داخل الموصل. ينظم فريق الحدباء العربي بطولة لكرة القدم للفرق الشعبية على روح المرحوم الأستاذ الدكتور معتز يونس ذنون عميد كلية التربية الأساسية ولاعب نادي الموصل سابقا، وكما مثل نادي الميناء، وكان المرحوم قد مثل مدرب نادي الموصل وكذلك مدرب منتخبات الجامعة ونادي نينوى، وهذه البطولة هي تكريما لروحه الطاهرة رحمه الله. ويستمر الشباب العربي والفرق الشعبية بهذه البطولة، ونتمنى أن تكون بطولة ناجحة وتختتم بالموفقية للجميع إن شاء الله.